صوت أروع أنمي شاهدته في حياتي. ها؟ هل هذا الغبي جد في كلامي أم ماذا؟ السلام عليكم. أولا قبل ما أبدأ أريد أن أقول فقط بأن الصديق الذي فاز برواية المنصة 666 والصديق محمد عمران من الدار البيضاء من المغرب. لذلك صديقي أرسل لي المعلومات الخاصة بك وعنوانك في الإنستغرام لكي أتمكن من إرسالها لك. حسنا، الآن إلى موضوعنا المهم. يوم الأحد الماضي كنت نشرت فيديو تكلمت فيه عن شركة سامسونج وأعطيت بعض الحقائق عن شركة سامسونج، وأيضا في نهاية الفيديو أعطيت السبب الذي جعلني أغير من سامسونج لأبل. وهذا الأمر طبعا كان اختيار شخصي، أي شخص في العالم يختار الهاتف الذي يريد. لكن وبينما أنا أقرأ التعليقات وجدت بعض الأشخاص يسبون الذين يستخدمون سامسونج وآخرين يسبون الذين يستخدمون الآيفون، فأنا بصراحة لم أستوعب ما الذي يحصل أمامي. ولهذا السبب في هذا الفيديو قررت أن أتكلم معكم عن أكثر الأشخاص المتعصبين. هؤلاء الأشخاص يجب عليك أن تبتعد عنهم، أو بالأحرى لا تكن أنت منهم. وإذا كنت بالفعل من الأشخاص المتعصبين لشيء ما، أتمنى بعد هذا الفيديو أن تغير تفكيرك بالكامل. الآن سأعطيكم 6 أنواع من المتعصبين. المتعصب الأول، متعصب لفريق كرة القدم. هذا النوع من المتعصب في الحقيقة عشت معه لسنوات طويلة، وبالخصوص في سنوات الثانوية العامة، حيث كان الكثير من أصدقائي يحبون كرة القدم. وحين نلتقي في الصباح قبل الحصة الأولى يتكلمون عن كرة القدم، حين ندخل إلى الفصل يتكلمون عن كرة القدم، وحين نخرج يتكلمون عن كرة القدم. وفي بعض الأحيان كانوا يبدأون بسب بعضهم البعض، بالخصوص بعد مباراة كلاسيكو، وتجد كل طرف يستهزئ بالآخر. لكن المصيبة الكبرى هي التي كانت تقع في المقاهي. يا رحمن يا رحيم، أنا أتذكر قبل سنة من الآن كنت مع أحد أقربائي في أحد المقاهي أشاهد مباراة كرة قدم بين برشلونة وريال مدريد، وفجأة أحد لاعبي برشلونة سجل هدف، فبدأ أحد الأشخاص من الصفوف الأمامية في المقاعد الأمامية في المقهى برفع صوته والصراخ والسب، وكان يسب بكلام خادش للحياة، وكان يسب فريق برشلونة ويسب كل الأشخاص الذين فرحوا بالهدف. هنا بعض الأشخاص لم يرضوا بهذا الموقف، فبدأت مشاحنات وكلام مني وكلام منك، وانقلب الأمر في النهاية إلى شجار. وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب فريق كرة قدم. هذا الفريق لا يعلم هل أنت حي أم أنت ميت، هل نمت الليلة الماضية وأنت شبعان، أكلت طعام، لا يهتم لك هل أنت مريض، هل أنت بصحة جيدة، هل تحتاج شيء ما، هل لديك سكن، هل تعيش في الشارع. لاعبي كرة القدم إذا كنا نتكلم عن ريال مدريد وبرشلونة يعيشون في أفخم القصور. ميسي ورونالدو مثلا لديهم سيارات فاخرة بملايين الدولارات ويعيشون حياة كلها رفاهية، وأنت تتشاجر مع شخص آخر بسبب هذا الفريق أو هذا الفريق أو هذا اللاعب. وفي بعض الأحيان الشجار يتطور إلى جريمة قتل. تخيل أن يخسر إنسان حياته من أجل فريق كرة قدم، وفي اللحظة التي حصلت فيها تلك الجريمة بسبب ذلك اللاعب أو ذاك، ذلك اللاعب في الحقيقة هو موجود في منزله يعيش في سرير من الحرير بمليون دولار. ففعلا هل هناك فريق في العالم يستحق كل ذلك؟ تستطيع أن تشجع من تريد وتحب الفريق الذي تريد، لكن مباشرة بعد أن تنتهي المباراة عد إلى حياتك الطبيعية. المتعصب الثاني، متعصب لفرقة موسيقية أو لمغني. وهنا سأعطي مثال من كوريا وفرق موسيقية وهي الكيبوب. حسنا، أنا أعرف أن هناك الكثير من فانز الكيبوب يتابعونني في القناة، وهذا طبعا واضح من الكثير من التعليقات ومن الكثير من الصور. فالمهم أتمنى أن تسمعوا كلامي بعقولكم. أنا بصراحة تعرفت على الفرق موسيقية كورية قبل 4 سنوات، وكان من هذه الفرق بيج بانج. موسيقاهم بصراحة أعجبتني، وكان من المغنيين الذين كنت أحب صوته هو مغني اسمه جي دراغون، حتى أنا لدي قائمة كاملة في هاتفي بموسيقاهم. لكن حبك لموسيقى شخص معين شيء، أما حبك لذلك الشخص ولطريقة حياته ولأسلوبه في الحياة، طريقة مشيته، تسريحة شعره، ونمط عيشه ودولته، وشيء آخر مختلف تماما. هنا تأكد أنك بدأت تدخل أو بالفعل أنت دخلت في خانة المتعصبين. فلو جئت مثلا لأنتقد ذلك المغني بطبيعة الحال ستسبني، رغم أنه ليس هناك بيني وبينك أي شيء. وقبل يومين من الآن شاهدت فيديو لأحد اليوتيوبرز وهو يسخر أو يستهزئ من الكيبوب، نزلت إلى التعليقات وبالطبع عرفت أنها ستكون سمن على عسل. لا أمزح، الحقيقة كانت مملوءة بالسب، وهذا ما وجدته فعلا. تقريبا الكثير من التعليقات لا يوجد فيها سوى السب والشتم بأقدر الألفاظ، سب ولعن لأصل وفصل ذلك اليوتيوبر. لماذا؟ لأنه استهزأ بفرقة موسيقية فقط. المشكلة مجددا أن تلك الفرق الموسيقية وأولئك المغنيين لا تهتم لك
ولا تهتم لحياتك، ولا تعلم أصلا ما اسمك وفي أي دولة أنت. فلماذا ذلك الدفاع الرهيب كأنه جهاد في سبيل الكيبوب؟ تلك الفرق مثلا، هل سيشاهدون تعليقك ويأتون إليك ويقولون لك شكرا لأنك دافعت عنا في التعليق على اليوتيوب، أو شكرا لك لأنك تضع صورنا في الإنستغرام؟ دائما حلل الموقف من جانب المصلحة. لماذا ستدافع عن شخص هو أساسا لا يكترث لك ولا يكترث لوجودك في هذه الحياة من عدمه أصلا؟ فسواء بقيت ميت أو حي، هناك ملايين الأشخاص في العالم يتابعونهم، فأنت كواحد من بين 10-20 مليون نقطة صغيرة لا ترى. فلماذا ستضيع وقتك في كتابة تعليق تسب فيه شخصا آخر؟ ما الذي ستربحه؟ دائما ضعها في هذه الخانة. أنا ماذا سأستفيد؟ استمتع بموسيقاهم عادي جدا، لكن ما الغرض من أن تدخل في حرب كلامية مع شخص آخر بسبب تلك الفرقة؟ المشكلة أن هؤلاء الأشخاص الكيبوب المتعصبين لا يقبلون حتى أن تقول كلمة تنقص من دولة كوريا في الحد ذاتها. يعني تخيل معي المشهد، كوريا بالنسبة لهم جنة الله في الأرض، طبعا فقط لأنها تظهر في الأفلام والمسلسلات الكورية والفيديو كليبس، والبعض منهم حلمه الوحيد في الحياة، تخيل شخص لديه حلم واحد فقط في الحياة هو أن يسافر لكوريا وأخذ سيلفي مع ذلك المغني أو تلك الفرقة. فرأيت مدى سخافة الأمر. فدائما خذ الأمور ببساطة، وإذا كنت متعصب لفرقة موسيقية كيفما كانت، فتأكد صديقي صديقتي، هم لا يكترثون لك. أولئك المغنيين يعيشون أفضل حياة، لديهم كل ما يريدون، لديهم ملايين المعجبين. فهل تعتقد بأنهم سيهتمون لتعليق شخص موجود في آخر الدنيا؟ فكر فيها قليلا. المتعصب الثالث، متعصب لسامسونج ولأبل. حسنا، في البداية أريد أن أقول بأني أستخدم كلا الهاتفين، آيفون وسامسونج. لماذا؟ لأن هناك أشياء موجودة في أبل غير موجودة في سامسونج، والعكس صحيح، أشياء موجودة في سامسونج ليست موجودة في آيفون. فبصراحة أنا أحب كلا المنتجين وكلا الشركتين. فحتى لو كنت أحب الآيفون مثلا، لن أكون متعصب لتلك الدرجة، لأني أرى التعصب لشركة معينة هو الغباء بعينه. وليس فقط غباء، بل تعرف بأن مستوى الوعي لدى هذا الشخص الذي واقف أمامك يجادلك ربما أصغر من وعي طفل صغير. الشخص الواعي هو الذي يقول بأن لكلا شركة مميزات وعيوب، وعلى هذه المميزات وعلى هذه العيوب تختار المنتج الذي تريد. فهل من الممكن أن تصل بك درجة حب جهاز معين، فقط جهاز أو شركة، بأن تسب شخص آخر فقط لأنه يقول لك العكس؟ فغريبة جدا، تريد أن تفهم كيف يفكر هذا الإنسان الواقف أمامك، يعني تكاد لا تفهم أي شيء. فهل هو مثلنا يتنفس الأكسجين كما نفعل، يدخل الحمام كما نفعله نحن أيضا، أم هو قادم من باطن الأرض أو من مجرة أخرى؟ صديقي، استعمل الجهاز الذي تريد والذي تحب، وصدقني لا أبل ولا سامسونج ولا أي شركة أخرى ستهتم لرأيك، لأن أبل تربح في السنة ما يفوق 100 مليار دولار، وسامسونج تربح في السنة ما يفوق 60 مليار دولار. هذا المبلغ هو ميزانية للكثير من الدول. فالآن اسأل نفسك أنت الذي تدافع بتعصب عن كلا الشركتين، كم دولار لديك في جيبك الآن؟ وإذا كنت ستموت من الجوع، هل سامسونج أو أبل سترسل لك مالا لتشتري به طعام؟ المتعصب الرابع، المتعصب للأنمي. أنا بصراحة أتابع الأنمي منذ سنوات، لكن هناك نوع من المتابع لا يتابع فقط، بل يحشر أنفه وحياته في الانمي. اعتقد ان لم انسى قبل 5 شهور من الان قمت بعمل فيديو عن الانميات المفضلة لدي، وبعد ان نشرت الفيديو بدأت اتابع التعليقات، فاذا بي وجدت بعض التعليقات على هذا النحو. قناة مساحة، جميل، خلينا نشوف هذا الفيديو ماذا يقول فيه. ما هذا العنوان؟ مذكرة الموت، اروع انمي شاهدته في حياتي. ها؟ هل هذا الغبي جد في كلامي أم ماذا؟ أولا خذ ديزلايك يا خنزير، وسألغي اشتراكي في قناتك السخيفة المملة، وخلينا نكتب له تعليق جميل لطيف. يا غبي يا وجه القرد، أنت أساسا لا تفهم في الأنمي وجاي تقول ديث نوت أفضل أنمي؟ من أنت أصلا لتقول ذلك؟ يجب أن تعلم بأن أفضل أنمي هو ناروتو. يلا خذ كومنت الله يلعنك، قال ديث نوت قال. فما زال والله العظيم ما زال بكل المقاييس. لهذا السبب في الكثير من الأحيان يجب أن تقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. والمتعصب الخامس، المسلم
المتعصب. حسنا، دعوني أقول لكم بصراحة بأن المسلم المتعصب هو أخطر من يشوه الإسلام، هو تماما كالقنبلة المزروعة في المجتمع، حين تنفجر لن تدمر الأعداء بل ستدمر مجتمعنا نحن، وهو خطير أكثر من أي عدو آخر. وكمثال واحد من بين مئات الأمثلة، تخيل معي مثلا أن ذلك المسلم تصل به درجة التعصب لأن يقول أن قراءة الكتب والروايات حرام، كل ما يجب عليك أن تقرأه والقرآن هو السنة. فعلا لا أمزح، ربما ستقول أن هذا الكائن غير موجود، لكنه موجود فعلا. وبعض من هذه التعاليق وجدتها في إحدى الكتب أو في إحدى الفيديوهات التي تكلمت فيها عن مجموعة من الكتب التي نصحتكم بقراءتها. فحتى لو أردت أن تشرح له وتقول له بأن المسلمين في الماضي كانوا سادة العلم، هم من كتبوا كتب في الطب، في الكيمياء، في الفيزياء، في علم الاجتماع، في التاريخ، في الفلك، في الرياضيات، في الهندسة، والأوروبيين هم من أخذوا هذه الكتب وبنوا عليها حضارتهم. بسبب هذا النوع من الأشخاص تجد أن بعضهم يكره الإسلام أو حتى تلحد. ولهذا السبب في البداية قلت لكم بأنه أخطر على الإسلام من أي عدو آخر. في بعض الأحيان حتى نقاشه يكون غير مجدي، فأقل شيء ستفعله هو أن تبتعد عنه إلى أن يهدي الله قلبه إلى ما هو فيه من كارثة. في النهاية صديقي صديقتي، لا تجعل نفسك مجرد رقم في قائمة من بين ملايين الأرقام. إذا كنت تريد أن تكون لك حياة ولك أهداف وطموحات وأحلام وتكون لك شخصية قوية ولها هيبة ومكانة، فلا تجعل أهدافك وأحلامك سطحية جدا، كأن يكون حلم حياتك مثلا أن تأخذ سيلفي مع مغني أو مع لاعب كرة. لا تجعل نفسك المحامي الرسمي لهم، ببساطة لأنهم لن يكترثوا لك. وإذا وجدتم متعصب في التعليقات كلموه بأدب. Peace.